عبد الرحمن في واشنطن، الأهم بالنسبة للجانب الأمريكي التنسيق فيما يتعلق بنطاق الضربة أم في التداعيات المحتملة بعد هذه الضربة؟ نعم صحيح سهام، التداعيات والنتائج عن هذه الضربة مهمة جدا لواشنطن، خاصة أن المصالح الأمريكية منتشرة في الشرق الأوسط، وسيفتح هذا مجال، إن كانت هذه الضربة موجعة لإيران سيفتح مجال لاندلاع رسمي للحرب العالمية الثالثة. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية تريد عمل موازنة بين تحقيق ما تريده إسرائيل لتوجيه ضربة إلى إيران، وفي نفس الوقت ألا تكون هذه الضربة موجعة تجعل إيران ترد أيضا، ومن ثم تجعل الولايات المتحدة الأمريكية ربما تتدخل فيما بعد. ولذلك عبر التسريبات خلال الأيام القليلة الماضية عن مسؤولين أمريكيين لوسائل إعلام أمريكية، تستبعد واشنطن أن تضرب إسرائيل أي منشآت نووية كما ذكر الزميل أحمد قبل قليل، وأيضا لا تريد واشنطن أن توجه ضربات إلى منشآت النفطية أو مصافي النفط في البلاد، ولكن يتوقع أن يكون هناك ضربات عسكرية إلى القوات العسكرية والقواعد العسكرية في أصفهان وما إلى ذلك. وبدت هذه الحرب متوقعة والضربات متوقعة، غير الأساليب التقليدية الذي عهدناها من قبل أن تكون هذه الضربات أو هذه الحرب مفاجئة لأي من الطرفين. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية تريد لملمة الأمور، وتعمل أيضا على الجانب السياسي من خلال المشرعين الأمريكيين. يعني يوم أمس زار العضو الجمهوري البارز لينزي جرام والعضو الديمقراطي أيضا ريتشارد بلومنثال تل أبيب للحديث على هذا الأمر، وأيضا للتطبيع مع المملكة العربية السعودية. عبد الرحمن البرديسي من واشنطن، شكرا جزيلا لك.